نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. عيد السؤال تاني معلش. هيعملوا فايت عليه. يكتب عليها. يعيدها يعيد كتابته عليها تاني. ما هو هيعيد كتابته عليها. مش هيقول لك فايل اكزيست، لا هيعيد كتابته عليها. يعني بص، لو كان عندك فايل واحد مكتوب جواه احمد وانت بتفكه جوه وهو جوه وهو هو جوه الارشيف وبتفكه، هيكتب تاني احمد عليه. فهمت ازاي؟ بيحط الحاجه عليها تاني. زي ما انت بتكوبي حاجه يقول لك الحاجه دي موجوده، عايز تعمل لها ببليس هتقول له اقول له اعمل له ببليس بس. اي اوبشن اي يعني في الطب بيعمل ايه؟ لو موجود في المانوال حطه، انه مش شرط كل امر يكون مع الاول. امسح دوت فايل استريك يبقى كده الفايلات المخفيه. اتفضل. طب انت بتتكلم فيها ديت تحطها بين سنجل كوتيشن عشان تتحط في لوجل او اكسبريشن. ما هي بص يا اسامه، دوت دي معناها المكان اللي فوق، فاهمني؟ يعني اجيب بص معلش. بالظبط كده. اب اكيد تعمل اب مش باك اب، بس عايز تفكه في مسار تاني شيل ده السي خلاص. يبقى مثلا طب اقول لك حاجه احلى. اقول لك حاجه، بص على الامر، انا عامل ده السي تمام، وهو عامل اتنين باكتك دي لها حرف ازاي ماشي. باكتك دي بدخل امر جوه امر، فاهم ازاي؟ وهعمل بقى ايه؟ هقول له في الامر دوت ميك داير تمام، وسمي لي الداير دوت مثلا وليكن اكستراكت، فاهمني؟ تقول ايه؟ لا انا كده انا عايز افكه في دايركتور انا هعمله. تمام. لا بس هتبقى ام كي داير، انت تعمل الدايركت دوت، بعد كده تعمل كوماند جروبنج ان انت تخش جوه الدايركت دوت سي دي اكستراكت، بعد كده كوماند جروبنج دي دبليو دي كده. تمام كده صح. فهمت انا عملت ايه؟ ده السي اصلا بياخد مسار، فانا عملت الدايركتري ودخلت جواه وعملت بي دبليو دي عشان في النهايه الاوتبوت يبقى المسار سي كابيتال. يبقى في اختلاف، يبقى انا كتبت الاسم غلط. هعمل ايه اللي اهو؟ لا يتعمل. طب يتفك جواه؟ يا عم. طب هو ليه عملت ايه؟ دبليو دي بتعرض المسار. بتعرض المسار دوت. انا دخلت جواه وبعد كده عرضت مساره. ما هو هياخده تاني. بص كل الاوتبوت بتاع ناتج اللي بين باكتك دوت هيتاخد، يبقى الانبوت للامر للاوبشن سي. البي دبليو دي عشان السي. ما هو السي بياخد مسار، بي دبليو دي بيعرض لك المسار. لازم ياخد المسار صح. يعني كان الغلط الاولاني اللي احنا عملناه ان انا عملت بس لازم اخش جواه.
لان عشان ما تخرج جوايا بي دبليو دي هيجيب لي مسار، هيجيب لي مسار الموضوع بالظبط كده. بس سي اه بتديني مسار اللي انا هفك فيه. ودخلت جوه الدايركت وبعد كده عملت بي دبليو دي سي دي. ام سي دي يا باشا في ايه؟ فهمت ازاي؟ بص 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 اسمعني 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 بس اسمعني اسمعني. هنفذ الامر ايه واحده واحده ماشي. انا عملت خلاص الام كده اهو تمام اكستراكت، هعمل سي دي عليه تمام، دخلت ماشي. بعد كده ايه ناقص؟ في دبليو دي. مش طلع لي المسار ده؟ مش المفروض المسار ده عشان افك فيه هاخده احطه جنب اوبشن ده السي كابتن، صح ولا غلط الامر ده؟ الامر ده مش المفروض هشيل الكلام ده كله واحط جنب ده السي كابتن المسار اللي انا هفك فيه اللي هو ده اهو، صح؟ خلاص ده اللي انا عملته. بس انا خدتهم كلهم في خطوه واحده بايه؟ بالاثنين باكتك. استفدت بالباكتك اللي هو كومن سبستيتيوشن تعويض. فهمت ازاي؟ معادله بس هي اتمسحت ايه يا باشا؟ بص انا مسحته ماشي مش مشكله. عايز الامر تقول لي كانت كاتب ايه؟ ان هو يكلف الفايلات مع الامر بتاع التعطار اللي هو اعمل ارشيف وورد. بس حطه بقى بين اتنين باكتك فايلات اهو اهو. بس اعمل تاتش. طب هو كده ما ينفعش يعني؟ هو وفين الامر بتاع الكريشن اساسا؟ هو هيطلع عليه رساله اقول لك ما فيش فايل ده اساسا. مظبوط. مش هيعمل كريشن. اه. كده مظبوط. تمام.
تمام يا جماعه؟ هو ده ينفع الاكستراكت دوت الفايلات على طول ازاي؟ بس لا انا مش فاهم سؤالك اصلا. اكتب كده انا بجد هو هتبتدي من ارشيف لكمبريس يعني لا الكمبريس اهو اه المفروض بنفك كل الارشيف ولا صح؟ لا 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 طب ما الخطوه دي بتفك ما هي دي بقى انا لسه ما كملتش اصلا يا جماعه ما اكس 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 بتفك الارشيف ماشي واف وزد قصدي يعني بتفهموا ان انت بتفك المضغوط وبعد ما تفكه بتفك الارشيف يعني بيعمل خطوتين في بعض جميل ما هوش ما انت قال لنا دي لسه عامله اساسا اه اكس زد اف اكس زد في اف تمام عشان تلست بقى الملف مضغوط دوت قول بيبقى الانبوت بتاع السي بقى اه تمام هتقول له ايه طار ماشي تي زد اف عشان ايه يلست الملف المضغوط ده جميل او عندك حاجه اسمها زي ما قلت لك زد كات بس هي ما تستخدمهاش يعني عشان قلت لك ما تستخدمهاش خليك في طب هو دي التول وانت بتديها اوبشن قول امر ايه ان انت بتعمل طال تي في اف وتدي له ايه نيكست دوت طال يعود لك اللي جوه ملف مضغوط كأنك ضغطت دبل كليك كده عليه وشفت اللي جواه اه تي زد اف تي اف بيعرض ارشيف تي زد اف بيعرض ارشيف مضغوط تمام لا في اللي هو في اللي هو الزايد اه ايه ما انا ما دي اخر حاجه اتكلم فيها ايه خلاص يا باشا
هقول له ايه زايب تمام فايل من واحد لحد مثلا ايه سبعة. انت بتضغط بس المفروض كده ما ينفع. لا انت المفروض تحطهم الاول في فولدر وبعد كده تضغطهم لان الزايب شغال كده. يعني الزايب هيضغط ممكن ايه الاكستراكت. بس السنتكس بتاعك كام جرام يعني. في الزايب ما انا هقول لك هي بس في المنوال بتاع الام. وعمل فايل واحد بس. عمل فايل واحد. خمسة كرون تاب هاي 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 ممكن تكون تكتب سنتكس غلط بس بابا تاني بس في البيت تفل الاكزامبل والله ما عرفت اجيب ما عرفت اعمل فيها اي حاجه خالص. الاكزامبل تحت بره ما هو دكتور الزايب العادي يعني اللي هو الوين زايب بس على فكره شكله احدث من الوين لانه بيديلي النسبه للضغط كام. بس هو الاحسن انك تشتغل بالزايب والكلام دوت. لا ما هو انت لو دخلت في المانوال بتاع كل واحد هيجيب لك الفيربوس وهيجيب لك كل حاجه انت عايزها. بس دي اللي هي اشهر اوبشن بتيجي مع الامر يعني. مع السيستم ايوه. ما انا انت لسه مش لا 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 لو انت حاجه وده حاجه ثانيه خالص مش فيها كلام.
بقولك لا الواد هتقوى من 800 ألف مرة. بتنزلها انت بقى في المستودعات بتاعتها، تضيف السورس وتعمل ايه؟ تقدر تجيب الاسطول وتطلع لك تقول يا عاوز ايه. قول اهو زيب اسم الملف اللي انت عايز يبقى تضغط فيه اللي هو اكسبت زيب، وتدي له المكان اللي انت عايز تضغطه. بتدي له الفولدر، بص بتدي له الفولدر انت عايز تضغطه، والضغط ناتج الضغط هيبقى اسمه اكسبت زيب بس. ناتج الضغط هيبقى اسمه الملف اللي هتضغط بقى اللي هو الاكستراكت. تمام. لا ممكن على فكره بدي له ريجي فايلز زي الكومنتري، بدي له ريجي فايل. هو عمل بقى عند المهندس في الرينج، فما خدش اول واحد لقيته، خد اول واحد يضغط فيه. جميل. الريف ليها بس مش خلاف الستورنج بتاع السيستم. ازاي تكريت يوزر الريد هات بقى اللي عندنا على السيستم، تمام؟ تكريت يوزر، تمام؟ والفايلز او المسارات، تمام؟ اللي بتخزن فيها المعلومات اللي على اليوزرز والجروبس بتاعتها. جميل. هم اربع فايلات عندنا في السيستم كله. فايل تحت كلهم تحت سلاش بي سي اسمه باسورد، باسورد اللي كنا بنلعب فيه في الجيم، تمام؟ وفايل تحت بي دي سي اسمه جي باسورد، تمام؟ بقدر فايل تحت اي تي سي اسمه شادو، وفايل تحت اي تي سي اسمه جي شادو. سلاش اي تي سي سلاش باسورد ده يوزرز، ماشي؟ وسلاش اي تي سي سلاش شادو ده باسورد، باسوردات يوزرز، تمام؟ اي تي سي جي باسورد ده معلومات عن جروبس، مجموعات، تمام؟ اي تي سي جي شادو الباسورد بتاعت الجروب. هتقول لي الجروب بتاخد باسورد؟ اقول لك بتاخد باسورد. لو انت عايز تديها باسورد هتديها باسورد. هتستفاد فيها في ايه؟ انت مثلا عندك عامل سيرفر وليكن شيرنج من ويندوز لينكس، وحاطط يوزرز معينين في مجموعه، وعايز لما حد يخش من ويندوز على السيرفر بتاعك يطلع له ايه؟ دخل باسورد، بس مش باسورد اليوزر، لا باسورد المجموعه اللي انت فيها. تمام؟ كلام سكيورتي يعني. سوري باسورد جروبس. جميل؟ يبقى انت لما بتعمل كريت اليوزر بيتضاف له ماشي كام انتري؟ اربعه انتري في نفس الوقت. ليه؟ لان انت لما بتعمل كريت اليوزر بيتعامل معاه باي ديفولت برايمري جروب ليه؟ بنفس اسمه، تمام؟ يعني مثلا عملت يوزر وليكن سميناه يوزر واحد. جميل؟ يوزر واحد ده
هياخد الاي دي اللي هو اليو اي دي يوزر اي دي 501، هياخد 501 لان يوزر الهات عندنا قبل كده واخد 500، واليوزرز العاديين في السيستم قلنا المره اللي فاتت بياخدوا كام؟ من 500 فيما فوق. جميل ماشي، يبقى دي اول حاجه اتعملت، اتعمل يوزر بس يوزر واحد وخد الاي دي 501 تمام. الانتر الثانيه هيتعمل له باسورد، لان طبعا هيدخل باسورد لليوزرز بتاعه ماشي، خاصه اليوزر واحد هتتخزن فين؟ في سلاش اكس سي باسورد تمام. الانتر الثالثه هيتعمل له مجموعه باسمه اسمها يوزر واحد، بس المره دي واخده الجي اي دي يعني جروب اي دي كام؟ 501. الانتر الرابعه تمام هيتحط تحت سلاش اي تي سي سلاش جي شادو تمام يوزر واحد، ده الجروب ديت يعني، بس الباسورد بتاعتها مفيش عليها باسورد الا لما انت جاي تحطها له بايديك. جميل، يبقى انت مجرد بس كريت يوزر بيتعمل له اربع حاجات، بل هما بيتعملوا ست حاجات. ايه الحاجه الخامسه؟ بيتعمل له دايركتوري باسمه تحت سلاش هوم صح؟ يوزر واحد. الحاجه السادسه واللي بتختلف من ريد هات عن الانظمه الثانيه، بيتعمل له تحت سلاش فور ميل باسمه. جميل، يعني كل يوزر بيتكلم بيكون له هوم دايركتوري خاص بيه وبيكون له ميل دايركتوري خاص بيه، بيتحط فيه ايه؟ الانبوكس بتاعته، الاوت بوكس، السنت، الدرافت، الكلام ده قلت. تمام؟ قول. فين؟ دي؟ دي 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 الفايلات اللي بتخزن فيها معلومات عن اليوزر ومجاميع والباسوردات بتاعته. طب ايه الفرق بين دي؟ ما انا هعوض لك معاهم فايل واحد واحد. بس انت بتقول دي بتاع اليوزر ودي باسورد كسكيورتي، كنوع من السكيورتي، ما ينفعش احط الباسورد في نفس الفايل بتاع اليوزر. يعني انت عملت يوزر واحد وكتبت الباسورد بتاعتك، كده كده الباسورد بتاعتك متشفره، جميل، بس في الجوريزمات بتفك التشفير. تمام؟ فالفايل باسورد اساسا انت ممكن تعدل فيه او مش تعدل فيه، انت كيوزر عادي تقدر تعمل عليه كات. جميل؟ ليه؟ لان هو واخد انفورميشن 6 4 4. جميل؟ انما في ريد هات، يعني الكلام ده كان في ريد هات مثلا لحد ريد هات 3، فلما لقوا ان في الجوزمات بتفك التشفير تمام، قام خد لك الباسوردات حطها في فايل منفصل سماه شادو، البرميشنز عليه بس انها مش مع بعض خلاص مش انت تمام. دي بس هتفضلنا ولا ايه؟ خلاص مش انت بس يا استاذ تمام. فشادو بياخد ايه؟ 6-0-0 تمام؟ يعني ايه؟ يعني مفيش بيرميشن على الجروب ولا على الاصل. انا كده النهارده حصه سهله جدا. يعني ايه اسماء اليوزر لكن الباسوردات بتاعتهم موجودين في الشادو. وهنا هنا اسماء الجروبات والباسوردات بتاعت الجروبات موجوده في الشادو. تمام؟ ماشي. هتاخد اما انت كريت يوزر وديليت يوزر. تمام؟ بس ايه؟ ناخدهم احنا بالطبع. ايه؟ 600 الشادو بياخد 600 البرميشن. دي درايف؟ ايه؟ تمام. ما انا هشرح الناس هتطبق، فخلينا نطبق مع بعض. ما انا بلحقش اطبق. الامر اللي بيكريت يوزر اسمه يوزر اد، وتديله اسم اليوزر وليكن مثلا بقى زي ما انت عايز تسميه بقى. يعني كل واحد يحط على السيستم بتاعه يوزر باسمه. ماشي؟ يوزر واحد مثلا سيستم بتاعه. الاسامي بتبقى فيها دوت او اي اسم اليوزر؟ اي اسم عادي ممكن نعمله دوت حاجه. ينفع عادي في اليوزر. ممكن اكتر من يوزر نفس الاسم. لا طبعا. لا طبعا. هو ده الامر كذا يوزر على السيستم بنفس الاسم؟ ازاي؟ عادي.
يعني لو عندك زوج اسمه احمد وزوج ثاني اسمه احمد هي ممكن في حاله واحده، لو احمد الاولانيه ايه كابتن واحمد الثانيه اسمه انا عشان ما فيش سيستم. اه تمام، اللي بيضيف اليوزر، يوزر اد، خد بالك اللي بيضيف الامر ده الروت مش اليوزر العادي، الامر ده خاص بالروت، الروت هو اللي بيضيف اليوزر. تمام، خلينا نطبق بقى مع بعض ماشي. ده اللي هو ايه يوزر اد. طب الامر اللي بيديليت يوزر بس ما حدش طبقه عشان في تركايه، يوزر دل وديله اسم اليوزر، بس انت لو عملت كده هيديليت اليوزر بس هيسيب الهوم دايركتوري بتاعه. طب انت عايز تشيل اليوزر بالهوم دايركتوري بتاعه، بتقوم تديله اوبشن داش ار ايه؟ لا هو لا مش معناه كنز، معناه ان هو يشيل هوم دايركتوري بتاعه. هي داش ار في اي حاجه كنز. معلش يا فندم، لما انشال يوزر فين الداش ار بتاعه؟ ما انت هتديها له، لا اما انا اديها، لا ما هو الروت هو اللي هيديها له. ايوه فين فين في الامر؟ ولا كان بعد ما بدك انتر؟ لا هي في، لا لا في حاجتين، ممكن وانت بتنشو وبتدي اوبشن يدي الباسورد معاه، او ممكن بعد ما تنشو تدي له امر باسورد يوزر واحد اللي احنا خدناه في اول يوم خالص. تمام، الاوبشن عامه اللي بيدي له اليوزر اللي بيدي له باسورد وانت بتنشو داش بي. طبعا بدون ما يبقى داش بي يوزر واحد مسافه باسورد صح؟ لا اضغط انت، هو هيقول لك دخل لي باسورد. جميل، او تقول له ايه بعد ما تكتب الرقم ده، تقول له ايه باسورد يوزر واحد. لو انت كان لو انت كان بيكتب دون باسورد انت مش هتعرف تلوجن عليه، مش ديسيبل. ما هو انت ما تدخل هتدخل يوزر ولا تدخل باسورد، مش هتدخلها له. فالحاله الوحيده بس هتعرف تلوجن بقى عليه اس يو داش مسافه اسم اليوزر، وده ايه من الروت بس. اتفضل. داش بي يوزر ايه؟ داش بي يوزر واحد، او يوزر واحد معناها اي اسم يوزر انت عايزه. داش بي ده عشان الباسورد، ولما تضغط انتر هيقول لك دخل له الباسورد بتاعته. يعني لو انت حطيت داش بي بيقول لك كده، يعني بتعمل امرين في امر واحد بس. طب تمام، ده كده ايه نص الموضوع. بقيت الموضوع بقى ايه؟ فتحت الكتاب، في برميشنز جديده بقى ناخدها مع بعض. انت البرميشن انت عارفها ايه؟ ار ودبليو اكس صح؟ لا انا هشرح دلوقتي معاك بقى برميشنز قويه جدا وبتيجي في الامتحان، يعني بيلعبوا في الامتحان صعب برميشن. تمام؟ ايه؟ سبيشال برميشنز. اس اس البرميشن دي بديها اليوزر وتي. ايه ده؟ البرميشن لمين؟ البرميشن صح، عمره اليوزر بياخدها الفايل او الدايركتري. اه العادي. تمام؟ اس واس وتي. اس الاولانيه اقصد بيها حاجه اسمها اس يو اي دي، واس الثانيه اقصد بيها حاجه اسمها اس جي اي دي، والتي حاجه اسمها ستيكي بت. ستيكي بت ده دي لوحدها بلوه الوحده اللي عندها مشكله. لا ده دي مفيده جدا، حتى هتلاقي سلاش تيم واخدها اساسا. سلاش تيم في بس معايا واحده بواحده. هقول لك حاجه وانت تفهمها لوحدك. امر الباسورد، امر الباسورد تمام اساسا تحت سلاش اس بن سلاش باسورد. جميل، وانا قايل لك في الاول ان سلاش اس بن فيه كل الاوامر. ايه؟ اي تي سي تحت ايه؟ باسورد اس بن اس. لا ده امر باسورد. امر باسورد. جميل، بص في امر بناخده ما كانش موجود دلوقتي يعني بس معانا ايه الواتش، وتدي له اسم الامر. هيقول لك الامر ده متنفذ من ايه؟ يعني الملف الابلكيشن التنفيذ ده موجود فين؟ تمام؟ فانت لو عملت كده واتش باسورد هيقول لك سلاش اس بن سلاش باسورد. تمام، فالامر ده هلاقي لك ان الاس بن خاص بمين؟ بالروت صح؟ يعني المفروض اليوزر ما يعرفش يطبق الامر دوت. جميل، بس لما بيكتبه بيطبق معاه وبيغير الباسورد. تمام ماشي. طب دي تخليك تخش معايا في موضوع،
مش انت لما بتغير الباسورد بيروح يتحط، يعني انت كده معنى معنى ذلك ان انت بتكتب في الشادو، بتكتب في الشادو والشادو اصلا كنت واخد فيه صفر وصفر، تمام؟ فالامر ده بيعمل ايه؟ الامر ده بيخليك تنفذ الامر دوت بصلاحيه الروت. اللي هو لما اصلا لما تحط اس، لما تحط البرميشن اس والاس بتيجي في 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 الخانه الثالثه. مكانها يعني اس ده بيخلي ايه؟ اتفضل. البرميشن اس ديت لما بتيجي في الخانه الاولى اللي هي بتاعت الاونر، تمام؟ يقصد بيها ان انت بتنفذ الامر بصلاحيه الملك. بصلاحيه الملك. جميل؟ فاهمني؟ اي امر لا اللي واخدين اس بس. زي الباسورد عشان بيخليك تدخل الباسورد القديم وتدخل الجديد بقى. بالظبط كده، وفي نفس الوقت انت بتروح تكتب، انت معنى ذلك انك بتكتب في ايه؟ في الشادو. بس انت لو جيت تعمل فيم على شادو او نانو على شادو لا هتعرف ولا هتعرف تكتب فيه. ملف الشادو ده اللي بتخزن فيه الباسوردات تحت ستاشر سي، تمام؟ بدون رابع فات قدام. فبالمشن اس بتخليك تعمل ايه؟ تنفذ الامر بصلاحيه الملك بتاعه. اس يو اي دي؟ اس يو اي دي، جميل؟ وخد بالك اس دي ساعات بتبقى اس سمول وساعات بتبقى اس كابتن، سهله جدا. اس سمول في حاله فعلا لو كان الملف ده تنفيذي، اس كابتن لو ما كانش تنفيذي. انت عندك فايل واكبرته وديتون عليه البرميشن اكس وهو اصلا مش تنفيذي. فهمت ازاي؟ ده في حاله ايه؟ اليوزر. طب في حاله الجروب، حاله الجروب انت عندك عامل جروب مثلا مسميها جروب واحد، ماشي؟ جروب واحد دي فيها ريد هات، يوزر اسمه ريد هات ويوزر اسمه احمد، جميل؟ وفي ابلكيشن مشترك، برنامج يعني مشترك اسمه مثلا ابلكيشن واحد، سكريبتايه يعني اسمها ابلكيشن واحد، جميل؟ السكريبتايه ديت واخده يعني الاونر بتاعها جروب واحد، تمام؟ ماشي؟ دلوقتي اليوزرز دول، تمام؟ هما ايه؟ المالكين بتوع المجموعه دول، تمام؟ اي يوزر تاني هيخش عليهم، جميل؟ لو انا مدي البرميشن اس في الخانه الثالثه بتاعت الجروب، تمام؟ يبقى اي يوزر هينفذ الابلكيشن دوت بصلاحيه مين؟ بصلاحيه الجروب، تمام؟ يعني زي اليوزر بس ايه؟ مع الجروب، جميل؟ نيجي بقى للستيكي بت. الستيكي بت دي جميله قوي. فاكر لما انت كنت سالتني لما احنا شلنا البرميشن من على يوزر وشلنا حتى الاونر من عليه، تمام؟ وانت كيوزر قدرت تعمل له ديليت، فاهمني؟ وقلت لي تعمل له ديليت ليه؟ قلت لك لان الدايركتوري بتاعه اللي هو ريد هات اللي تحت الهوم، تمام؟ كان واخد ايه؟ تمام؟ لا يا ربي ما كانش واخد دبليو في الاذر، فانت لما كنت بتيجي ترمي ما كانش بيرمي، صح؟ رغم ان الفايل كان اونر بريد هات والجروب ريد هات وخد السبعه برميشن، ولما عملت البرميشن دبليو قدر يرمي. يبقى معنى ذلك ان الدايركتري لو انا اديت عليه برميشن دبليو بالاذر اي حد هيقدر يرمي لتحتيه، جميل؟ طب ما سلاش تمب كل الناس بترمي فيه، كل اليوزرز بيرموا فيه، وتقدر تعمل دايركت تحت سلاش تمب، تمام؟ بس ما تقدرش ترمي حاجه. ليه؟ لان هو واخد تي في الصلاحيه بتاعته، فتي دي بتمنع اي حد ان يرمي حاجه من الدايركت ده الا الروت. يكتب فيها بس، يكتب فيها تكتب فيها زي ما انت عايز، تميك دايركت، تتاتش فايلات، تكتب جوه الفايلات، انما ما تعرفش ترمي حاجه من جوه. فهمت ازاي؟ فدي بقى مفيده جدا ليك في ايه؟ انت عملت سيرفر شيرنج من ويندوز للينكس، من لينكس لويندوز، تمام؟ اسمه سامبا، هناخده في التراك الثالث. سامبا ده هيشير جهاز اللينكس ده واجهزتي، ومثلا عندي كام؟ الاربعه دول ويندوز،
تمام؟ وانا عندي يوزرز هم الوحيدين اللي بيقدروا ياكسس عليه، يدخل على السيرفر بتاعي، تمام؟ ومديله الصلاحيه، يعني انا مديله بيرميشن 3 سبعات، 3 سبعات اللي هو يفيديو اكسكيوت ورايت. يبقى هو الوقت هيقدر ايه؟ يتاتش فايل عندي ويميك دايركت زي ما هو عايز ويكتب جواهم، بس ما يعرفش يهم حاجه. فصلاحيه ده هي. تمام؟ حرف واحد يعمل مستحيل. وهكذا برضك ايه؟ عندك انت عايز تيجي في الثلاث اماكن؟ لا في الازرز بس. دي بتيجي في الازر. جميل؟ والاس دي في الجروب والاس دي في الجروب. الاس دي في الجروب هو في نفس الوقت اس سمول واس كابتن ودي سمول ودي كابتن. جميل؟ هتبقى دي كابتن في حاله لو ما كانش الدايركت دوت تحت ملفات تنفيذيه. دي سمول لو كان في تحتي ملفات تنفيذيه. فاهم؟ كل ده بتسجله، تسجل خده وذاكره النهارده. يعني حتى بعد ما اخلص وعملت حاجه كمان مش هتستنى، انا يعني عملت يعني ايه؟ مش هتشوفها لما اجربها، لما اجربها معاك. بس انا عايز بس الناس تتفرج عليه، ما حدش يطبق عشان انا هشتغل بروت، فمش عايز حد يعني عشان بس ما حدش يبوظ حاجه في السيستم. بصوا معايا، هعمل ايه؟ ووتش او مش ووتش، تمام؟ باسورد سلاش يوس او بن باسورد. جميل؟ معايا؟ ده المسار بتاعه. طب تعالى كمان ندخل بالروت في نفس الوقت كمان. ماشي؟ واقول له ال اس سوري ووتش باسورد، تمام؟ في نفس المكان مفيش مشكله. اعمل ال ال على سلاش يو اس او بن باسورد، اهي حتى اللون بتاعه مختلف. شفت ده ايه؟ اس. شايف؟ شايف ولا مش شايف؟ تمام؟ جميل؟ ماشي. طب بص معايا، ال ال على سلاش اي تي سي شادو. شفت؟ يعني حتى مش واخد 6، ده واخد 4 3 اصفار، يعني ريد بس كمان، يعني حتى مفيش فيه وايت. تمام؟ شفت البيرميشن بتاعته عامله ازاي؟ يعني ممكن واحد يخش على الشغل يجيب باسورد ويخش يفتح اي حاجه. ازاي؟ انا بقول لك شفت البيرميشن عامله ازاي؟ مفيش اصلا بيرميشن، مفيش الا ريد للروت بس. ريد للروت. اه شوف انا عامل لك ازاي؟ هقول له لسه بيعرض اي تي سي شادو، دي الهاشنج جاي بتاعت الروت، يعني دي باسورد الروت. تمام؟ انزل على ريد هات تحت، دي باسورد ريد هات. جميل؟ دي معمول لها هاشنج متشفره. تمام؟ طب تعالى انت كده بريد هات، ماشي؟ اعمل لس على سلاش اي تي سي شادو، قال لك ايه؟ بيرميشن دينايد. معايا؟ ماشي. طب خد بالك، انا دلوقتي هعمل ايه؟ حاجه، هعمل امر باسورد، انا هغير الباسورد بتاعتي. جميل؟ ماشي. هخليها مثلا ايه وليكن الباسورد القديمه الاول، ماشي، والجديده. تمام؟ غيرتها خلاص اهو، قال لك ايه؟ ابديتد سكسسفول. جميل؟
ماشي. ايه بس للروت مش لليوزر. انت اديت له اسم يوزر. لو اديت له اسم يوزر مش طبيعي، مش هتدخل القديم اساسي الادنى. تمام. بص بقى انا هعمل ايه. انا هاجي اقول له شينج مود تمام يو ماشي ماينس اس جميل على سلاش اي تي سي شادو، لا سوري على سلاش يو اس ار بن باسورد. رجع تاني اكس صح ولا غلط؟ رجعت اكس. طب ماشي تعالى بقى انت كده باليوزر العادي، هرجع تاني اعمل نفس الامر، هيقول لي دخل الباسورد الكرنت الحاليه. شفت هي دخلت صح. هقعد شوف لو عملت ايه بالظبط كده، ما بنفذش الحاجه بصلاحيه اليوزر بتاعها. تعالى كده بقى بالروت ارجعها تاني. هو ذلك الاول اهو عشان بس رجع تاني اهو. تمام. يو يا باشا يوزر بديله بمنحه الصلاحيه اس. تمام بالظبط كده، ناقص بشيل زائد بحط. ما هو قال لك دخل الكونت دخل النيو. خلاص غيرتها. فهمت الاس بيعمل ايه؟ ايوه يا باشا ناقص بشيلها منه زائد بحطها له. ما هي دي اللي انا وريتها لك. بتشتغل انا يعني بخلي اليوزر اسمه ريد هات، بشتغل بصلاحيه الروت في الامر باسورد. يعني باخد يعني انا يعني لما باجي انفذ امر باسورد تمام بنفذه بصلاحيه الروت، فبعدل الباسورد وبتتكتب في الشادو. فيها باشمهندس الموضوع واضح جدا يعني. فيها يا جماعه حد مش فاهم حاجه؟ سؤال فاهمها؟ طب فاهمها لي. يمكن انا مش قادر اوصلها له. فاهمها والله بجد. ملف الباسورد؟ الامر ولا الملف؟ شادو او ملف الشادو. محدش ينفع ينفذ الامر ده كده الا الروت، لان هو اللي عنده هو الاونر بتاعه. ولكن عشان حط الاس دي هنا بالاول ينفع اي حد ينفذ الامر ده بصلاحيه مين؟ بصلاحيه صاحب الملف. بتنفذ الامر بس ما بتخشش تكتب دايركتلي لجوه الملف الشادو. يعني بيستخدم امر الباسورد ده عشان يروح يكتب في ملف الشادو مش يروح يكتب مباشره. بس بيكتب في ملف الشادو بصلاحيه الروت. بالظبط كده. يغير الباسورد او ينشر الباسورد الجديد عليه لو الروت هو اللي بيستخدم عليه. هو لان هو الروت هو اللي عامل الملف ده. لما احط اس اي حد يجي ينفذ الملف ده، لان الملف ده ملف تنفيذ. اي حد يجي ينفذ الملف ده يجي ينفذه بساعتين من الروت اللي بينفذه. عشان حاطط اس. عشان حاطط اس. وفي العالم ما حطش اس. طبعا انا ما بحطش اس. عشان مش حد يلعب في الباسورد ده. هو ينفع نحط ملف اس الملف مش تنفيذي؟ هتتاخد كابتن. بص لا يعني تيجي ازاي يعني؟
انا هقول لك اهو، هقول لك اهو، انا عندي فايل بس فايل من ضمن الفايلات اللي قدامي دي كلها ماشي، بقى في نقطه فايل 5 جميل. هقول له تشينج مود، انا كده كده اللي عامله يعني انا اللي هحط فيه اس على فايل كام؟ 5 تمام. اس كابتن هو مين بقى اللي هيجي لما يتعمل سكريبتايه، لما الملف يبقى سكريبتايه هياخد السوسمول. بس هو كده ملوش اي معنى، هو كده ملوش اي معنى، ملوش اي معنى اساسي يعني. ممكن الواحد يعرفك يعني طالما السكريبت اللي الملف ده مش معنى، لا ان هو مش تنفيذي. هو مش تنفيذي هعمل له ايه؟ ماشي خلاص، لو تنفيذي هستخدم الصلاحيه دي اسحب. جميل جدا. اس و اس و دي في التالتة اتكبت اصغر، لا مش تعالى بتديها اصغر اخر ثلاث خانات فاهم؟ لا كله بيتزاد انما كان غبي نفسه. انت قلت لي من اول كورس انت خلاص صغير، فانا هجبرك بقى انك تكمل ماشي فيه. ما انا هعملها لك انا دلوقتي بايديا، هعملها لك بايديا بس لك بالتم. التم ده ماليش دعوه بيه، شوف بقى الاستكبت. انا هعمل لك دلوقتي ايه بحاجه باينه. بص يا سيدي، انا دلوقتي ال ال على سلاش هوم، شفت البرميشن بتاعته ايه؟ ار مفيش اكس. جميل معايا؟ قول هي مش هبص يعني معنى الجروب ده انا هغير، مش فكره كده. طب خلي الجروب ده لما ناخد السكريبتات ابقى عامل سكريبتات جاهزه وابقى هناك. بس هي فعلتها كده اه، ان انا ادخل يوزر تاني اغير باسورد يوزر تاني، بنفذ دي بصلاحيه الجروب. بس اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، هي لها معنى تاني معايا. هو هي اسمها السي جي اي دي، بس هي لها معنى تاني هتشوفه دلوقتي. فاكر لما قلت لك من البدايه خالص في حاجه اسمها كولابريتيف دايركتوري، دايركتوري مشترك او متعاون، فاهمني؟ بص مش انا خدنا امر ازاي تضيف يوزر، خلاص انا هقول لك ايه. يوزر اد تمام، واسمي اليوزر دوت، اسمي اليوزر اللي عامله دوت ايه؟ مصطفى. ماشي، ضفت اليوزر اهو، وهخش اديله باسورد. ماشي، قال لك اديله باسورد. ماشي خلاص تمام، بقى عندي يوزر اهو. ماشي، انا اول هقعد ايه معاك الفايلات عشان اقول لك كل فايل ده بيتكون ازاي تمام. خلينا اول عشان يبان لك بالالوان، فايل الباسورد بيتكون من كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7. فايل الباسورد سلاش اي تي سي، اه بص فايل اي تي سي باسورد. انا لسه انا هشرح لك عمود عمود، ركز بقى معايا. فايل انا دلوقتي هتكلم معاك في فايل، فايل من فايلاتي الاربعه اللي قلت لك عليهم. اول فايل سلاش اي تي سي باسورد، اللي هو الباسورد تحت اي تي سي، بيتكون من ست من سبع اعمده، سبع اعمده.
اول عمود اسم اليوزر سواء كان روت بن ريد هات ايا كان. تاني عمود اكس بيحل محل الباسورد. الاكس ده بيحل محل الباسورد. زمان كان بيتحط التشفير هنا معايا. فاليوزر العادي له امكانيه ان هو يخش يقرا الفايل جميل بس ما يكتبش جواه. تالت عمود الاي دي بتاع اليوزر. رابع عمود الاي دي بتاع المجموعه جميل. خامس عمود حاجه اسمها الجيكو او الكومنت اللي اليوزر كاتبه اللي هو لو هنيجي نشوفه في ريد هات اللي هو ايه اللي الفون نيم اللي انا كنت كاتبه تمام. كومنت كومنت بضيفه ماشي. سادس عمود الهوم دايركتوري. الهوم دايركتوري فهمني. شوف اتعمل دايركتوري باسم مصطفى تحت مصطفى وريد هات تحت ريد هات جميل. تعالى كده شوف الروت سلاش روت هو الهوم دايركتوري بتاع ايه بتاع الروت. هتيجي انت تقول لي طب هو انا اقدر اغير الهوم دايركتوري بتاعي؟ اقول لك اقدر تغير الهوم دايركتوري بتاعك بس هناخدها في الادمين تمام ماشي. انا الجروب اي دي تمام. سادس عمود الباش اللي اليوزر شغال بيه او الشيل اللي اليوزر شغال بيه فاهمني. هتلاقي خدمات كتيره جدا بتاخد ايه نو لوجن. يعني دول فعلا يوزر موجودين بس ما لهمش لوجن على اي تي تو اي ولا على اي بي تي اس ولا على اي جي او اي. ايه ايوه ده اليوزرز كلهم اللي في السيستم سواء الروت او الريجولر يوزر او السيستم يوزر. حتى هتلاقي الاي دي كام 48 48 94. الوحيد اللي واخد 500 هو ريد هات. لما عملته مصطفى خد 501 تمام. ده كده الفايل اسمه ايه اي تي سي باسورد ماشي. شوفوا الفايل اسمه ايه جي باسورد. لا سوري يا جماعه الفايل ما اسمهوش الفايل اسمه جروب. انا اسف ما اسمهوش جي باسورد اسمه جروب تمام. بيتكون ازاي من اربع اعمده اسم المجموعه باسورد المجموعه الاي دي بتاع المجموعه اليوزرز اللي جوه المجموعه. العمود الرابع اليوزرز اللي جوه المجموعه تمام. اتفضل. طب اجيب لك بس سيبك من اجيب لك على يوزر احنا عارفينه يعني ريد هات اهو مفيش تحتيه يوزرز صح. لو انا ضفت هنا مثلا مصطفى يبقى مصطفى دخل في المجموعه بتاعت ريد هات بالظبط كده ماشي. ومصطفى مفيش تحتيه مجموعه بس ده الباسورد وده ايه 500 ده الاي دي بتاع المجموعه. يعني لو عايز اضيف ناس في الجروب او كده بالملف ده هو احنا مؤقتا دلوقتي هنضيفها بالملف ده بس هتاخد انت بقى قدام ان في امر بيضيف في اليوزر بيضيف في المجموعه لازم الروت اللي هي الامر ده طبعا ما ينفعش ريد هات يضيف في المجموعه. عايز ادخل مين في الجروب معايا ريد هات يضيف للمجموعة بتاعته؟ لا ينفع. ينفع انا كيوزر وانا اللي اضيف مجموعة الابتدائية. بس بياخد بيرميشن من الروت ولا ما هو بينفذ الامر بصلاحية الروت. اللي هو اس في تمام كده. اس في الروت ولا اس؟ اس في امر اللي هو بيضيف اللي بيضيف يوزر في الروت. لو قصده لسه هتبقى في الاونر ولا لسه في الاونر. يوزر اد اسمه اليوزر ما لسه عامله دلوقتي اهو. وبعد كده باسورد مصطفى الروت اللي بيضيف اليوزر ادمن اللي بيضيف المستخدمين تمام. ما انا هضيفه اهو ماشي. انا هاجي في مجموعه ريد هات تمام هضيف مصطفى اهو. صلاحيات انا بضيف جروب كده لا يوزر في
بالظبط. عايز اضيف يوزر تاني هعمل كومه وادي له اسم اليوزر. جميل معايا ولا لا؟ اتفضل فيم يا باشا. لا 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 هو هو سينتكس الامر كده، هو سينتكس الملف ده كده. بص 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 معايا سلاش اي تي سي جروب فيم سلاش اي تي سي جروب. شايف شايف مش بالاي دي بالاسم. ايوه ايوه في مقوله هو ده اي دي الجروب 500 تمام. الكرنل ده بيعمل كميه عمليات عشان يعمل حتى امر واحد. ايه ده؟ ده بتفتح الكرنل ده. بص بص الامر قدامك اهو فيم فيم يا باشا امر فيم عادي. وانا بروح دخلت وكتبت جواه كتبت جنب النقطتين فوق بعض اسم اليوزر اللي هو اللي اسمه مصطفى. يبقى انا كده دخلت مصطفى جوه ريد هات. ما هو يا باشا ايه جروب فيم سلاش تي سي جروب. دخل انا بكتب بفيم انا عايز اشتغل اشتغل بفيم. انت ممكن تشتغل بنانو ايا كان. دخلت فيه جيت عند الـ عند الـ عند اليوزر ريد هات مجموعه ريد هات وضفت اليوزر اللي اسمه مصطفى. بس عدي مين باسورد؟ ما انا اديته باسورد يا باشا. بعمل باسورد باسورد اسم اليوزر. ايوه انا مش ضايفه من جوه من هنا دلوقتي. ضايف مين؟ مش انا ضايف مصطفى دلوقتي. انا ضايف من هنا. انا ضايف مصطفى في مجموعه ريد هات. جروب ده ملف المجموعات. باسورد ده ملف اليوزرز. انا بفتح مش انا فتحت فيم دلوقتي. ايوه فتحت فيم على الملف اللي اسمه جروب. وضفت كلمه مصطفى جنب الريد هات. ايوه يبقى انا كده دخلت مصطفى في مجموعه ريد هات. بس كده ايه المصطفى بتاع مصطفى بقى؟ ما انا مديها له يا باشا في الاول. باشا ركز معايا بليز. انا ضفت اليوزر بعد كده اديته باسورد خلاص. بديله باسورد ليه؟ عشان اعمل بيه لوجن ادخل بيه على السيستم. تمام معايا؟ يوزر اد ويوزر باسورد؟ اه بعدها على طول امر بعدها على طول يوزر اد وبعد كده ايه باسورد. تمام انا هروح بقى دلوقتي في مسار اللي هو مثلا فليكن ام ان تي ماشي وهكريت دايركتوري. انا كروت اهو هكريت دايركتوري هسميه ايه؟ تيست برضك. بلاش تيست عشان محدش يتلخبط. هسميه فولدر. جميل بقى عندي دايركتوري اسمه ايه؟ فولدر. ماشي هغير البرميشن بتاعته. هخلي الجروب بتاعته جروب ماشي ريد هات. تمام على ايه؟ الفولدر. جميل يبقى كده اي يوزر يقدر يحط جواه صح. ماشي هخش الاول بريد هات اللي هم ريد هات ومصطفى. تمام معايا ولا ماشي جميل حطتش فايل قال لك ايه؟ مفيش دبليو بالظبط كده مفيش دبليو على الاذر على قصد جروب فاهمني؟ بس انا عملت سي دي جوه عادي وعملت ال اس فاهمني؟ تعالى كده بقى انت بروت هغير البرميش هحط للجروب دبليو على ايه؟ على الفولدر.
اجي تاني بريد هات اتاتش كده فايل اتاتش معايا اهو معايا معايا ولا بس خد ايه ريد هات ريد هات تمام ماشي هفتح شاشه ثالثه واخش بمين بمصطفى ماشي انا كده ايه مصطفى تمام اخش على الفولدر وتاتش فايل مثلا ثلاثة ماشي بقى ايه مصطفى مصطفى جميل معايا ولا ماشي طب خد بالك من دي مش مصطفى يوزر في يعني البرنامج جروب بتاعتي مصطفى تمام انا كده كده المجموعه الابتدائيه بتاعتي مصطفى وانا يوزر في مجموعه مين هل دلوقتي انا ما اقدرش اعمل فايل بالجروب ريد هات لا انفع بس هحول المجموعه ينفع اعمل فايل بالجروب ريد هات مش انا واخد مجموعتين الابتدائيه والثانويه انا عايز اعمل فايل بس ينتمي للمجموعه الثانويه تمام بس هضطر ان انا اغير المجموعه صح عندي الامر اللي بيغير المجموعه اسمه نيو جروب واقول له اسم المجموعه ريد هات قال لك دخل ايه تمام لا الامر ده بيحتاج ان انت تدي باسورد للمجموعه كان رامي اسمه ايه نسبه مع اي واحد جاي من بص هدخل بالروت اهو فين الروت روت 3 ماشي هقول له جي باسورد المجموعه اسمها ايه جميل قال لك دخل باسورد ريد هات اللي هي المجموعه ديت هنسميها ريد هات ماشي جميل وبص معايا الاول هعمل كات على اي تي سي جروب تمام ماشي سوري كات قصدي على ايه على جي شادو اللي هو اللي فيه باسوردات اللي متخزنه بتاعت المجموعه تمام خدت بالك كل المجموعات في السيستم الباسورد بتاعتها واخد علامه تعجب علامه تعجب يعني ايه ما تحطلهاش باسورد معايا انما لما حطيت باسورد المجموعه ريد هات اتعمل لها هاشنج للباسورد بتاعتها فاهمني باي ديفولت المجموعه ما بتحطلهاش باسورد اكسس عليها بس الباسورد ما لهاش باسورد يعني بالظبط ما لهاش باسورد جميل تعالى بقى كده نعمل بايه بلوزة ومصطفى تمام نيو جروب ريد هات هدخل باسورد ريد هات دخل اهو تمام انا كده دخلت مجموعه ريد هات تعالى كده بقى تاتش فايل اسميه فايل 4 بص بص يعني فاهم سبت مجموعه مصطفى ودخلت في مجموعه ريد هات يعني فاهم سبت الكورس الويب ديزاين ودخلت كورس لينكس فاي حاجه هعملها تبقى تابعه لمين لللينكس بس بالظبط معايا بس بص خد بقى بالك بقى معايا من الحته دي انا دلوقتي يوزر ايه مصطفى صح ماشي حنانو هعمل نانو في الفايل بتاعي في الفايل بتاعي اللي هو فايل 3 اللي هو واخد جروب مصطفى ماشي
هعمل نانو على ايه؟ على مصطفى. ماشي اللي هو الفايل واخد الاونه موجود مصطفى. جميل. بص بلاش نانو عشان بقى واحد اقول له ايه ايكو هاي على ايه؟ على فايل 3. قول قول اهو يا باشا موجود. لا لا مش موجود في فيد هات، موجود في الدايركتور اسمه فولدا، موجود في الدايركتور اسمه فولدا. انا عندي مجموعه اسمها مصطفى، مفيش فايل يوزر واحد اسمه مصطفى، ومجموعه فيد هات فيها كام يوزر؟ مصطفى. جميل. يبقى مصطفى لو عمل حاجه في مجموعته فيد هات ما يعرفش يشوفها، انما لو فيد هات عمل حاجه في مجموعته مصطفى يعرف يشوفها. ده اللي انا هعمله دلوقتي. ايكو ايه؟ فايل 3. تمام. انا كتبت فيه مباشره يعني كات فايل 3 موجود فيه هول صح. طب تعالى كده بريد هات. ماشي كات ثواني بس. لا هيشوف عادي شاف. تمام. بس هو هيشوف عادي، ما هو واخد يا باشا بالميشن ريد، واخد ريد، واخد ريد، واخد واخد ريد في الازر. فاهمني؟ لا ده العكس بقى. مصطفى ريد هات اللي مش في جروب مصطفى. ايوه ما انت بص بقى دلوقتي. بص بص هقول له ايكو ماشي كلمه ايه مثلا ايه واو. تمام. في فايل 3 سوري معلش قال لك ايه بالظبط. طب تعالى انت بريد مصطفى اكتب في فايل اللي عامله مين. جميل. اللي هو فايل الفايل اللي هو الفايل العادي. ماشي ايكو ماشي على ايه؟ على فايل عادي كتب جواه صح؟ لا ما قلت لانه هو خد رايت على كروم. خد رايت على كروم. عايزين نوصل للازر ونعمل يعني واخد رايت على كروم. الفايل ده واخد رايت على كروم. طب ماشي ماشي ما هو ما هو هياخد هو واخد رايت على الجروب وانا اصلا جوه الجروب. ايوه ما هو كده ايه؟ ما هو عيبته عشان انا جوه جروب. يعني بص 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 فهمني ولا مش فاهمني؟ يعني انا لو حطيت دبليو على فايل 4 في الازر يبقى كده ريد هات هيعرف يكتب جوايا. انت فاهمني هنا اهو. ماشي في البرميشن دي. هو مش مصطفى تابع لمجموعه الريد هات. اه يعني المفروض الريد هات يعني اعلى من مصطفى. اعلى منه ازاي؟ يعني مجموعه. لا 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 يا عم ده مجموعه 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 جروب جروب. ماشي فاقول له ايه كات فايل؟ قال لك واو تمام؟ رغم ان مين عمل الفايل ده؟ ريد هات صح؟ صح ولا غلط؟ صح. انا كتبته جوه الفايل اهو، كتبت جواه اللي هو الفايل اللي اسمه فايل، رغم ان اللي عامله ريد هات وجروب ريد هات. بس عشان الازر ماليش دعوه دلوقتي، انا ما بتعاملش مع الازر، انا جوه جروب ريد هات. يبقى دلوقتي انا بتعامل مع الخانه الثالثه، مع اتعامل مع الثلاثه دول. انت فاهمني؟ عشان تبان لك اكتر بقى، عشان تبان لك اكتر. انا فايل 4 ده مين اللي عامله؟ بس جروب مين؟ يعني دلوقتي الدنيا مختلفه. تمام سوري. يبقى انا دلوقتي لو انا عملت نانو ماشي كلمه مثلا هاو تمام فين في فايل 4 جميل هكتب عادي نانو بي سوري معلش ايوه 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 صح ايوه انت الاونر بتاعه عادي ايوه ايوه انا الاونر بتاعه ايوه ايوه فايل 4 اهو مش الرد المفروض انت بص بس يا جماعه
فايل 4 من الاونر بتاعه مصطفى. يعني انا ضربته فيه عادي زي ما انا عايز. ايكو هاو ماشي على ايه؟ على فايل 4 تمام. كتبت جواه عادي اهو هاو جميل. بس خد بالك انا بتكلم وقت انا بلعب وقت في المجموعه في شغل المجموعه جميل. طب تعالى اهو بريد هات جميل. هقول له ايه؟ ايكو ناو مثلا على ايه؟ فايل 4. قال لك بيرميشن دينايد. ليه بقى؟ ليه عشان ايه؟ مش واخد رايت على الجروب تمام. لو انا حطيت تي اس في الافم كده ممكن. بمعنى اس فين بالظبط؟ عايز عايزين يوزر مختلف خالص ونحط اس في الخانه الثالثه في البروتوكول ماشي. مش هيعمل حاجه هنا. معلش شغلات تنفيذيه. لا رايت ونشوف منفذ الملف مش فاهم. عايزين نجرب حته اس في البروتوكول. هجاوبلك ازاي اصلا مش ملفات تنفيذيه. سيبها بس بناخد الباش سكريبت مع بعض. ماشي سيبها ناخد السكريبت مع بعض. ماشي. ما هي طب انا جاي لك انا بعمل معاك النادي كلها عشان اجي لك في الاخر اللي انا عايزه. امشي بس معايا واتفرج معايا. امشي بس معايا دلوقتي تمام. دلوقتي ايه الفايل الدايركت دوت؟ في فايل لريد هات ريد هات وفي فايل 3 مصطفى وفي فايل 4 مصطفى وريد هات صح. انا بص بقى هدخل بقى بمين؟ بالروت. جميل ماشي. وخد بالك ان الروت هو اللي عامل ايه الفولدر. جميل. هو اللي عامل ايه الفولدر بس مديله جروب ريد هات. ماشي تفهمني. يبقى مصطفى اصلا ايه؟ ماشي. طب دوس بص بس ماشي. انا دلوقتي ايه هتاتش فايل وليكن فايل 7 بقى مين دلوقتي؟ جميل قوي. مش بقى معايا واحده ايه؟ واحده عشان انت هتبدا تفهم انا عايز اوصل معاك ليه. تمام؟ انا هدخل بمين؟ بريد هات. تمام؟ خد بالك الفولدر الجروب بتاعته هي ريد هات. ريد هات واخد ار دبليو اكس. ماشي. هخش لمصطفى. هرمي فايل 7 اللي روت عامله. اتفهم؟ مظبوط؟ ماشي صح. تمام ولا لا؟ جميل. تعالى نتاتشو تاني بالروت. تمام. استنى بس ام داش اف. تمام. على ايه؟ على فايل 7. تمام برضك. جميل. ماشي معايا ولا لا؟ تمام. خد بالك بقى منش عشان احنا الاثنين في نفس الجروب. اسمعني بس انا جالك هو بس ريد هات ومصطفى في نفس الجروب ريد هات. تمام. انا هعمل بقى يوزر ثالث. هعمل يوزر ثالث يعني عندي مصطفى وريد هات وهعمل لك يوزر ثالث. قول مصطفى دلوقتي كان واخد بيرميشن. هو كان جروب بس كان واخد بيرميشن على الفايلات الثانيه. يعني هو مجرد انه عضو مثلا في الجروب. اه. طب انت بس امشي بس معايا واحده واحده وهتشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا هعمل يوزر اد. سيبني بس. ما انا اللي انت عايزه هيتجاوب دلوقتي بقى في اخر خطوه دي. نسمي اليوزر التالت مين؟ احمد. جميل. ماشي. ماشي. هخش بيه بي تي اس 5. تمام. ماشي. هعمل سي دي على سلاش ام ان تي. دخلت عادي. تمام. سي دي على فولدر
هدخل عادي برضك. ليه؟ لان انا واخد الاكس في الازر. جميل قوي. طب اجي تاتش فايل، اكيد مش هتاتش صح؟ تاتش فايل 8 سي دي. قال لك ايه؟ بيرميشن دينايد. بيرميشن ايه؟ دينايد. تمام؟ تمام ولا لا؟ جميل. انا هاجي بالروت، هاجي بالروت هعمل تشينج مود. تمام؟ هي كده كده خلاص تبقى 3 سبعات يعني مش فارقه بقى. 3 سبعات تمام؟ على ايه؟ على الفولدر. ماشي؟ فولدر بقى 3 سبعات. تمام؟ يعني اذر وكله زي الفل. ماشي؟ وهتاتش هتاتش فايل مثلا كام؟ 9. ده مين اللي عامله؟ ايه؟ ماشي. هنخش على تي تو اي ايه؟ 5 بي تي اس 5 اللي هي بتاعت مين؟ الازهر. الازهر. جميل. ماشي. ار ام ماينس ار اف لفايل 9. فايل 9 اتفهم صح؟ تمام. ماشي اتلمى صح ولا غلط؟ جميل. دي بقى ايه الفينش اللي انا عايزه منك بقى. انا هاجي بقى يا سيدي بالروت وهعمل تشينج مود. تمام؟ اذر بلس تي على ايه؟ على الفولدر. واخد ايه؟ تي. تمام؟ حططش فايل وليكن فايل كام؟ 10. اه استنى بس، عملت تاتش ايه لفايل 10 بمين؟ باليوزر اللي اسمه ايه؟ بقى بالروت. تعالى كده بريد هات ار ام ماينس ار اف فايل 10. قال لك ايه؟ اوبريشن نوت بيرميتد. تمام؟ ماشي. طب تعالى كده ارمي الفايل اللي ريد هات عامله اللي هو كان كام؟ فايل 3 فايل فايل بس. جميل. تمام، لان انا اللي عامله. تمام. طب تعالى كده ايه، فين الروت؟ الروت اهو. ماشي. هيتاتش فايل 10 تاني لان كان كده كده. تمام. جميل. تعالى بقى بالايه، بالازر. بالازر فايل 10 اوبريشن نت. طب ارمي كده اي فايل من الفايلات العاديه. ده مال فايل اللي هو مين عامله؟ طب طب يقدر يرمي فايل 4؟ ايه؟ انا عملت اوي ما داش اوي فايل. ده ميت بتاع مين؟ بتاع فيديوهات صح؟ طب ماشي. جيت ارمي فايل 4. ايه؟ شوف كده الفرق بين الفايلين وقول لي. ما كانش موجود اصلا فايل. نعم. لا لا، ما كانش موجود كان عطاه. اصل هو كده ال ال استنى بس، استنى ال ال رميته. تمام. ليه 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 ليه؟ طب بص بص بص، انت مضايق نفسك ليه؟ مش في الوقت فايل 3 وفايل 4؟ جميل. هرمي لك فايل 4. ماشي. فايل 3 قصدي. تمام. طب ليه كده فايل؟ ليه كده فايل؟ نطلع على الثالث. اه لا لا لا، ما كانش في فايل، ما كانش في فايل اصلا. الفايل ده انا كنت رميته اساسا. كان ريد هات دخل لماء اهو. لماء. تمام صح كده. ماشي. فالوقت انت يعني فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني اليوزر يقدر يرمي حاجته. تمام؟ بس ما عادش يقدر يرمي حاجته الروت. يعني الستيكي بت اي حاجه الروت عاملها ما تقدرش تترمى. فهمت؟ اليوزر اسمه ريد هات. ماشي. صح؟ ماشي عادي، يعني هنغير اسم الفايل نسميه مثلا اف 1. ماشي. ماشي. خلي مستقبل ايه؟ لا انا مين ده راح. مين يرميه؟ يرميه برضه. انا اللي ارميه؟ طب ما هرميه عادي. هرميه. هياخد سبعات ليه بقى؟ لان انا اللي عامله. ماشي.
انا اللي عامله. بس الفولدر نفسه اللي هو فيه بتاع عليه تي التي للاظهر مش للجروب. طب يخش على التي ولا يخش على مصطفى كده خالص؟ لكن مش على الاظهر. على الاظهر خمسة. تمام نضيف حاجة على الفايل ده. اضيف حاجة؟ اه ماشي. ايكو لان انا اظهر عليه. بص بص انا فهمت بس مش مهندس احمد. اسمعني بس اسمعني بس مش مهندس احمد قال لكم قصده ايه. انت عايز يكتب في اف واحد صح الازهر. خلاص هخلي بدايات هيدوا له ايه؟ يدوا له هنا دبليو. يدوا له دبليو الازهر. طيب ماشي. ثواني بس يا جماعه عشان بس ايه الاسئله كنت الاسئله هتلخبط الناس. تمام ماشي. ماشي انت عايز اهو الازهر. جميل. ايكو كتب جواه صح؟ فين؟ ويدهد ما هو يا باشا. اه ماشي. تمام ماشي. طب تعالى كده بمي. لا بلاش للمي. لا اصل بمي هو ده اهم حاجه عندك. ماشي. السكيب بيت ده اصلا معمول عشان الرمي. ما هو مش هينسى. عشان الكلمه اللي دخلت كده مش هينسى. تمام. طب انا عايز امسح الكلام اللي جوه. كلام ايه؟ يعني اعدل اعمل اوفر رايت على الفايل بس. تعمل اوفر رايت على الفايل نفسه؟ اه سهل. ماشي فايل مثلا؟ لا لا لا. فايل؟ كتبتش مسحت الكلام اللي جواه. احمد ليزر. طيب ماشي. احمد ليزر فين؟ ايه؟ احمد ليزر. اظهر. لا مش جوه مجموعه الهيد. ماشي ما هو مش هيمسحه. بس لا لو شلت الستيكي بت هيمسحه. ليه بقى؟ عشان واخد دبليو. واخد دبليو في الاظهر. بس هو الفكره ان هو ممكن يخش يمسح كل البيانات اللي فيه كانه مسح. طب سؤال لا هو عمل مسح اللي فيه في واحد عشان اساسا انا مديله بالمشن الازهر. انما بص انا هاجي. طب تعالى كده اكتب في الفايل اللي هو اللي روت عامله. هكتب في الفايل اللي روت عامله هو فايل 10. ما ينفعش. انما انا دخلت من ريد هات اديت البرميشن او على اف واحد فالازهر يقدر يكتب. ما جربناش نحط التي ديت مثلا في الجروب. ما ينفعش. هي ما بتتحط في الازهر. هي التي معموله للازهر. بس ايوه. ماله؟ انا كنت مديله بالمشن انا فولدر. فولدر اهو. ماله؟ فولدر البرميشن بتاعته. بص البرميشن بتاعته. بص هي 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 او دبليو اكس او دبليو اكس او دبليو تي. التي والدبليو. التي بدل موجوده الدبليو ملهاش لازمه. بالظبط كده. لا ليها لازمه في حاجه. التاتش يعني الازهر اهو. الازهر اهو اللي هو مصطفى احمد هل يقدر يتاتش فايل؟ يتاتش اف 3 اهو 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 تاتش اف 3 هيمسحه عادي مش بتاعي. بس الفولدر اللي عامله روت محدش يعرف يدخل عليه. محدش يقدر يميه. خد بص بقى معايا بقى. بص معايا حاجه بقى في السيستم بقى جاهزه يعني. التيم ده هتلاقيه مليان ملفات كتيره جدا لكل اليوزرز. بس مفيش بني ادم يقدر يعمل الروت عشان شغل الدبليو. تمام. وبيلعبوا تمام. ودي بيلعبوا فيها في الامتحان كتير جدا. الفولدر ده الدايركتور. الفولدر ده انا عامله كنت مديله كل البرميشن. دلوقتي هيقرا هيقرا ريد هات على اساس انه ايه وهيقرا مصطفى على اساس انه ايه واحمد على اساس انه احمد ازهر. احمد ازهر ريد هات ومصطفى في جروب واحده. لان اهو يا باشا في ايه. ثواني بس يا باشا. استنى احنا كنا فين؟ ماشي. دايركت
تي مين يا باشا؟ تي مين دي دي ده دايركتور ده ده انت بتتكلم في ايه؟ خلاص اخر حاجه بقى. لا مش نعم اخر حاجه بقى عشان اللي هي اللي هي بتاعه الكولابوريتيف جروب مجموعه مشتركه. نقول لك هو بقى الروت اهو الروت هيعمل الديلي بقى اللي الباشمهندس عايزه اللي هو عايز الاس في الجروب تشينج ميد جي بلس اس على ايه؟ دي اللي انت عايزها في اس اهي صح؟ صح ولا غلط؟ باشمهندس صح؟ ماشي. بص الاول عشان بس نكون واقعيين انا هخش بايه بمصطفى تمام الحته دي الحته اللي مش عاجباك دي توقف عليها شغل كتير جدا في السيرفرات تمام انا هخش اهو بمصطفى طبعا انا كنت كده كده عامل ايه نيو جروب صح حتى عشان تشوف اللي انا بقول لك عليه واعمل امر اسمه جروب لا سوري اللي هو ايه لا اي دي اي دي اه ماشي ماشي مهم انا لا 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 انا كنت عايز بس نيو جروب هرجع تاني للجروب بتاعتي الاساسيه تمام كده انا رجعت للجروب بتاعتي صح بس خد بالك انا حاطط اس اس على ايه اسمعني بس انا حاطط اس على الجروب حاطط اس على الجروب جميل بص اخر حاجه انا هدخل بروت اهو تمام انا هعدل تاني معلش في فايل اسمه ايه جروب تمام وهضيف احمد كمان في مجموعه ريد هات هضيف احمد في مجموعه ريد هات تمام معايا ولا لا ماشي بص بقى اللي هيحصل ريد هات هيخش هيتطش ماشي جي 1 فايل اسمه جي 1 تمام ومصطفى هيخش يتطش فايل جي 2 تمام واحمد هيخش يتطش فايل بس جي 3 جميل بص بقى الكولابريتيف جروب بتخلي اي فايل هيتطش يبقى بالاونر بتاعه ولكن بجروب ريد هات اللي هي الجروب الاساسيه للفايل فهمت ازاي؟ يعني عشان مصطفى واحمد جروب ريد هات بقت ريد هات الجروب بتاعتهم اشيل لك بيرميشن اس وتشوف الفرق؟ يعني لا هي بيرميشن اس عملت كده تاني هنا عملت في الحاله ديت خلت ده كل بيوتي في جروب يعني كل بيوتي دايركتوري مشترك بمعنى اي يوزر جوه مجموعه اللي هي المالك بتاعه الدايركتوري دوت اي يوزر فيهم هينشئ دايركتوري او ينشئ فايل هيتنشا بصلاحيتي انا كيوزر كمصطفى بس بصلاحيه الجروب الاساسيه اللي هي ريد هات بالظبط كده يبقى كده بقى ايه كده ايه اي حد يعني كده ريد هات ومصطفى واحمد يقدروا يقوم اي فايل يعني خد بالك بص انا وادي ايه مش احمد انا احمد اهو تمام تعالى كده هعمل ار ام ماينس ار اف جميل لا لا خليها الاول ليه لاف واحد اف واحد ما تفهمهاش صح لان ريد هات ريد هات طب تعالى كده اعمل ار ام ار اف تمام لمين لجي 3 مثلا لا سوري معلش لجي 2 انا هجيب لك الجروب ده